انتشار، يعني الم يمكن انا ما كنتش حاسه، يعني حسيت الكلام ده في مزال وبعد كده حسيته اكتر في الالبوم ده. يعني نزل الالبوم يوم الخميس الساعه 12، انا الساعه 7 الصبح كان في بالنسبه لي يعني كنت بشوف طول الوقت الناس بتشير حاجات يعني انا فوجئت دي. فقد كده الموضوع يعني سرعه الانتشار وعلى طول الناس حفظت الاغاني، واللي مش عارف ايه صور نفسه بالعربيه بيغنيها تاني نوتة، يعني اللي هو تاني يوم الكلام ده. حضرتك متواصله بقى في الحاجات اللي انت عامله حسابات؟ ابتديت لا ابتديت من شويه، فلما حسيتي ان هو له صدى وان له علاقه بالفن. طبعا هو ده هو ده المستقبل على فكره، يعني خلاص الحاجات اللي بعد كده كل واحد يبقى عنده الشاشه بتاعته واختياراته ويشوف الحاجات اللي هو بيحبها، وهتبقى التلفزيونات اللي احنا دلوقتي كل واحد عنده شاشته بس.